الأخ السائل بيقول: حلفتك بالله يا شيخ تجاوبني على هذا السؤال. طيب، هلأ من غير ما نحن نجاوبك على السؤال ونقول لك بجوز، ما شاء الله أنت حاطط عينك على الحليبات. يعني يا حبيبنا الله يرضى عليك، روح جيب لك علبة حليب نيدو واترك الحليبات للولد الصغير. هذا ما من حقك، ما من حقك. الله يبارك فيك.